هبتدي سلسلة بسبب المشكلة دي، هبتدي سلسلة مع البنات، وكلام النهاردة هيبقى مع البنات. فأرجوكوا يا كل بنت، ابتدائي بقى، اعدادي، ثانوي، جامعه، يعني احنا هنتكلم طبعا اكيد المرحله اللي اكبر من كده، مرحله يعني الوعي شويه، ناخدها من اعدادي، لان اعدادي الاندر ايدج دول دلوقتي مش عايزه اقول لكم طالعين بيعملوا ايه. فهنتكلم المرحله ديت، وهقول طبعا وجامعه وفترات الخطوبه الاولى وما بعدها، كل الفتره دي اي بنت موجوده على كوكب الارض تيجي النهارده وتقعد تسمعني وهتكتب معايا شوية نقاط كده. أنا بقول لك في بداية النقاط دي من فضلك ولو سمحتي، أيتها البنت الجميلة الشابة المسلمة التقية إن شاء الله، من فضلك خلي عقلك شغال معايا النهاردة، عشان أنا هخاطب عقل، وعلى أساس اللي هيتبني في حلقتنا النهاردة من قناعات إن شاء الله يا رب العالمين، على أساس اللي هيتبني من قناعات هكمل معاكم السلسلة ديت، وهنتظر طبعا أراءكم وتعليقاتكم في الأسبوع الجاي على السؤال الخاص بحلقات البنات. يبقى احنا كده ماشيين في كذا سلسلة، سلسلة الأولاد والتربية والمنهج الإيماني والتربوي والعقائدي اللي احنا ماشيين بيه، وتاني سلسلة هنمشي فيها سلسلة البنات. أدعو الله سبحانه وتعالى يمن علينا بالتوفيق والإخلاص والقبول، اللهم أمين. يلا نبتدي بسم الله، يلا بينا. المشكلة بتقول لي يا دكتورة هالة، أنا بنت مؤدبة، تربيت في بيت ملتزم، وكان بيربوني على معاني محترمة وأنا صغيرة، ولما كبرت لقيت تناقضات كبيرة جدا، وصراع بقى جوايا ما بيني وما بين اللي تربيت عليه واللي عرفته واللي أهله كانوا بيقولوه، وبين المجتمع وأفكاره ومسلسلاته وأفلامه وهاشتاجاته وحركاته، كل بقى اللي بيحصل في المجتمع، وصحباتي وتفكير صحباتي، لدرجة أن أنا بقيت مش عارفة أنا صح ولا غلط. لفت نظري، هي بتقول لي أن في حلقة من حلقات حضرتك الأسبوع اللي فات اتكلمتي عن مشهد في مسلسل، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، في مسلسل بيقول كان ما بين الزوج وزوجته، واللي بيتبرر الزوجة بتبرر موقفها من زيارة صاحبها في الشغل، زميلها يعني، وان هي راحت له بيته عشان كان مريض بتزوره، يا حرام، وقعدت تناقش الكلام ده، وبتقول وناقشت الكلام اللي حضرتك قلتيه والمشهد ده، وكلنا عارفين طبعا، انا بذكر اسماء مسلسلات ولا بتاع، لكن يكفيني ان انا اعرض ان المشهد ده منكر ولا يرضاه الله، وان هنفند الكلام ده وفندناه فعلا في الحلقات اللي فاتت. فهي بتقول انا عرضت الكلام دوت وطرحته على صاحباتي في الجروب بتاعنا، وفوجئت بكلام خطير جدا جدا قهرني منهم ومن اراء البنات. بتقول لقيت عادي جدا منهم ردود، حسيت ان انا اللي غلط، وردودهم بتقول اه ما عادي ان يحصل كده، وده ما طبعا المفروض ان يبقى في ثقه، والبنات كانوا ضد اللي انا بقوله وضد اللي بقنعهم بيه، ما هم في حاجه غلط يا فيا يا حصلت في عقول البنات دي صاحباتها يعني. بتقول للاسف انا ما عرفتش اقنعهم، عشان كده انا بترجاكي يا دكتوره هاله تردي وتوضحي الامر، لانهم بيسمعوكي وانا هجيب لهم الحلقه بتاعتي. طيب انا يعني هعيد الكلام في عجاله كده واوضح لكم، واقول لكم في البدايه يا جماعه ان الحرب حرب فكريه، حرب أفكار على الإسلام ومبادئ الإسلام والهوية. وخلينا أشرح هنا قبل ما أدي وصية لكل زوج، خلينا أشرح لكم المشهد ما بين زوجة وزوج، والزوجة الزوج اكتشف أنها راحت زارت زميلها في الشغل لأنه كان مريض، يا حرام، فراحت زارته في بيته عشان يعني عيادة المريض وكده. إيه اللي بيحصل؟ مصومين كده يعني، عارفه انت ودنك منين، اختلاط المفاهيم، ولو في كعبله اكتر من اللي انا بعملها دي تبقى كعبله كعبله يعني. ايه اللي بيحصل؟ خلط للمفاهيم وتلبيس ابليس في المسميات حتى، والاعراف والتقاليد والقيم والاحترام والاخلاق والمبادئ، كل ده تقول له لا انت المفروض تبقى عندي ثقه، اه صح، ما بتقول حاجه صح، المفروض يبقى زوج عنده ثقه في زوجته، والمفروض ان انا اللي بينا اكتر من كده، وانا واثقه من نفسي، وانت يبقى في كذا، وده اوبن دي مايند، يعني انت بقى كده خلاص اوبن مايند ده، فانت يعني اوبن مايند ده انت يعني لا اوبن مايند ولا مش عارفه، مش عايز اغلط ولا خليني اطر بره اطار الاحترام، ما فيش حاجه. وانتوا بتعملوا ايه؟ انتوا بتخلوا الراجل ديوس مثلا؟ بتخلوا القيم والصح والغلط والحلال والحرام هو ده كان ده حاجه على جنب، لا والدنيا هي تبقى كلها وهو ده؟ طبعا غلط. حته كده حلوه، اه الثقه حلو حلوه ما بين، وحط جنبيها 200,000 مليون ديشليون معنى غلط علشان اقول لا ده صح والصحوبيه وده عادي وما فيش كذا، بدعوى الثقة بين الزوجين، أو أنت راجل أوفر قوي، أو أنت غيور وشكاك، يا شكاك يا وحش، ما ينفعش كده، مش أنه حرام عليكي وأن ما ينفعش، ما تزوري إيه يا بنت في بيت إيه ده، ما خلى راجل ومرأة في مكان ويقول لك المكان مفتوح يبقى مش عارفة فيه إيه، وأداب الاختلاط إيه، ولو في ده لو كده لو في اختلاط للضرورة أصلا.
فاحنا بيأصلوا امور. ده مش كده بس، ده حاجات تانية كتيره. بصوا الافيهات بتاعه الافلام وبتاعه المسلسلات بتاعه المسرحيات هي اللي موجوده. هاتوا كده مثلا، مش فاكره من الثمانينات دي ولا من امتى، يعني مسرحيه المشاغبين والافيهات بتاعتها وكلها. هي دلوقتي نسيوا المعنى. بصوا اللي بيحصل ايه، بيحصل يجيب المسلسل او الفيلم 200 ساعه، الفيلم كله ايه، زنا واختلاط ومعاني غلط وسرقه وخيال وحاجات فوق الواقع وفوق التوقع، وهدم هدم 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 في القيم السلبيه. يقول لك اصل ده واقع مجتمع غلط، انت بتنشره، ده انت بتنشر فاحشه كده. طيب وبعد كده اخر مثلا 5 دقائق ايه اللي يحصل؟ يجيب لك اخر 5 دقائق بقى الصح يحصل كذا وده كذا وده كذا. ايه اللي بيترسخ في العقل؟ ما هو ال 30 ساعة اللي أنت بتعرضها في المسلسل، ولا الساعتين اللي بتعرضهم في الفيلم، وجاي آخر لي 5 دقايق مديني حل، ده مش هيلزق الحل خالص ده، أو الصح ده ليه؟ لأن أنت عشت بمشاعر، أه روحي له ده بتحبه يا حرام، أه المسها المسها يلا يلا مش عارفة أخدها فين، يلا المشاعر كلها مع قلب الأمر. فده غلط وده حرام وده لا يرضاه. اللهم هذا منكر لا يرضيك، اللهم إن هذا منكر لا يرضيك، اللهم إني أشهدك إن هذا منكر لا يرضيك. أنا بدعوكم لمقاطعة كل المسلسلات والأفلام والكلام الفاضي، هتبوظوا بيوتكم وعقولكم وأولادكم. وتيجي بنت تبقى متربية حتى ما نقولش يعني الالتزام بقى، وتبقى ما شاء الله القايمة وصاحية مش عارفة فين في قرآن، لا مع إن ده الأصل أصلا، القرآن والصلاة ده الأصل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن إن أنا أبطل يبقى ده ديداني ويبقى حالي إن أنا بستقي منه كلام وبتاع، ولا إعلان، إعلان بيتكلم على الملابس داخل، إيه الكلام الفاضي ده؟ وإيه إيه ده؟ والبنت بتبص واحد كأن البنت بتبص على الأندرة، يا كلام ده كلام يا جماعة؟ فين الحياء؟ فين الحياء؟ فين القيم؟ أنا السؤال ده بسببه هعمل سلسلة للبنات بخبك فيها بعقل وبمنطق وبإقناع ماشي، وبعد كده نغلفها باطار الدين، لان احنا ما ينفعش نطلع بره اطار ديننا. لما تقولي قولي لي نصيحه وافضل نصيحه للبنات، لا هي مش هتيجي نصيحه هقولها لك في نص ساعه ولا في ربع ساعه ولا الحلقات بتاعت البرنامج كله، لان انا عايزه سلسله وتبقى معادنا كده ان شاء الله كل يوم ثلاث بنقول قيمه من القيم اللي هدموها واللي الحرب على الاسلام هدمتها، واحنا نحييها من جديد بنيه ان احنا نلقى الله. وكل اللي بيتفرج عليا من البنات دلوقتي تبقى دي نيتكم، رب اشهد عليها في رمضان في ايام مباركه، ان نيتنا يا رب احياء القيم الاسلاميه والاخلاق اللي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هي اصلا مناسبه للفطره، وتبقى دي نيتنا وسلسله. واللهم اني اشهد واشهد اشهدك يا رب على كل اللي بيتفرج على بيوت منوره من الحلقه ديت، انا حطيتها في عيون كل اللي بيشاهد وكل بنت بتشوف الكلام ده. انا مش مخليه لك حج، انا هكلمك بالعقل وهكلمك بالاقناع، وهعمل معاكم حوار مفتوح بعد كده على السؤال بتاع الحلقه ان شاء الله في كل يوم ثلاث، ويبقى ده ميعادنا. خلاص يا بنات خلاص، عشان ما تجيش واحده تقول لي انا متزعزعه، انا عندي صراع، هتكلم كلام تاصيلي الاول علمي، معلش سامحوني، وهخلي لان يعني هو الاصل ان احنا نحط علم، علم ايه؟ علم حقيقي. ما عدتلكيش عناوين، ما خليكيش يلا نحضر المحاضره الفنكوش ومش عارفه الدوره الفنكوشين، وبعدين مش عارفه اطلع، احنا مبسوطين جدا والله، دارنا ومبسوطين وقعدنا نضحك بقى وبتاع، فين اللي اكتسبتيه؟ فين العلم الحقيقي اللي كان عندك وترسخ جواك؟ فين العقيده اللي فين القناعات اللي اتغيرت؟ فالسلسله دي هتبقى كده. فانا سامحوني النهارده انا هأصل يعني بعض الامور العلميه الحقيقيه اللي فيها جزء من الاقناع. ورقه وقلم يا كل بنت عايزه رضا الله سبحانه وتعالى، ورقه وقلم يا كل بنت تبغى ان هي فعلا عايزه ان الله سبحانه وتعالى يرضى عنها، وعايزه يبقى لها قيمه حقيقيه في الدنيا وقيمه حقيقيه في الاخر. ليكي بصمه يا بنتي في الدنيا، اه ده منى عدى فاطمه، ده علياء، ده مش كل عدوا منين، الحمد لله رب العالمين، وده الاثر بتاعهم حاجات ايجابيه تبقى محطوطه في ميزان الحسنات. مش احنا كده مع الهوجه ماشيين، ويلا افلام ويلا مسلسلات ويلا مش عارفه نتفليكس جايب ايه وبيعملين عليه خناقه، ولا ولاد غيروا السيناريو ما فيهوش شواذ، كلام فاضي كلام فاضي. وايه اللي بيحصل في الاخر؟ ترسيخ مفاهيم خاطئه علمانيه لا يمت لا تمت الاسلام بصله، تبعدك عن دينك وعن هويتك. يلا يا وحشين يا متخلفين يا راجعيين يا اللي مش عارف، ادي الكلام. يا اما انك انت تقرري ان انا هبعد عن الكلام ده وابقى لي قيمه حقيقيه في الدنيا اعرف بها في السماوات السبع، لكل عبد صايت في السماء. انت صيتك ايه؟ التابعين، والله احنا من التابعين، يعني كنا على اثارهم مقتدون، والله بل مكر الليل والنهار، احنا بتوع استغفر الله، ان شاء الله مش احنا،
وان شاء الله مش انت وانا احسب ان البنات في الفتره ديت مخها نضج. البنت اللي بتيجي تقول لك لا ده العريس اللي جاي واحد اتنين تلاته، لا ده في واحد كذا، وعماله تتكلم في عقليته وتتكلم في صفاته وشخصيته وطموحاته وطريقه تفكيره. لا البنات وعت. فانا بكلم البنات الوعي اللي عايزه يبقى لها قيمه ومكانه في الدنيا وفي الاخره، ده اللي يعنينا. طيب وصيه بقى لكل زوج كده، وكلمه كده لكل زوج وكل اب وكل اخ واي راجل له شنب في قلب البيت عنده. عندك بنات في البيت، علموا بناتكم الصح يا جماعه، علموهم الحياء وفهموهم، واوعى تكون ديوس بدعوى الاوبن مايند والكلام الفاضي دوت. لا انا هبدا السلسله دي زي ما قلت لكم، هخاطب فيها البنات، بنتكلم بالعقل وبالاقناع وبالدين عشان تعرفي انت فين ودورك ايه، وازاي تواجهي الفتن دي كلها. ازاي ان انا تقولي افضل نصيحه للبنات؟ لا، افضل نصيحه للبنات خدي بقى الجمله اللي انا بقولها دي، ودي اول جمله بروزيها، انك تعرفي قيمتك، قيمتك كعبد لله وكانسان. قيمتك كانسان هي ايه؟ بصي، القيم اللي بيحملها الانسان هي قيمة المرء. قيمتي في القيم اللي بحملها، بحمل ايه من القيم؟ بيقول الانسان يعني بحسب ما يطلب، او يطلب من نفس، او بحسب ما يحسن. يعني جينا في مقولة كده يقول لك ايه اللي انت بتحسنه هو انت، لا، اللي انت بتطلبه هي دي قيمتك. على حسب ما تطلب، تطلب من مين وتطلب ايه؟ تطلب من نفسك وتطلبي من نفسك. احنا بنتكلم عن القيم وقيمتك الحقيقية كإنسانة وكأمة وكعبد على الأرض، إنسان مخلوق على الأرض، حسب اللي بتطلبيه من نفسك. أنت عايزة إيه من نفسك؟ هتصلي للكلام ده إزاي؟ هتطلبي منها إيه؟ وعلى أي مستوى أصلا أنت عايزة ترفعي نفسك؟ في أي مستوى؟ لا المتقين، لا الأخيار، لا المصطفين، لا الورعين، لا المحسنين، دي درجات. متى سترضي أصلا عن نفسك وتقول أنا فعلا وصل مرحلة رضا؟ إمتى أسكت عنها وامتى ما وجهاش وامتى اوجه نفسي؟ قيمه المرء على قدر ما يطلب، ودي اول جمله بروزها لي. طب تيجي واحده تقول لك انا بطلب من نفسي مثلا ان انا اكون انسان ناجح في اي مجال وبالاجتهاد، اكون ناجح بقى بالغش ما عنديش مشاكل، اكون ناجح بالكذب ما عنديش مشاكل، اي المهم اكون ناجح. ده عنده قيم؟ لا، دي مش ده انسان ما عندوش قيم ولا هوش قيمه اصلا. هو بينجح في اي مجال بالكذب بالغش بالخديعه، المهم ينجح، ده غلط، هيفضل محلك ولا يذكر لا دنيا ولا اخره. ومش ده اللي احنا بنطلبه. انت طالبه من نفسك ايه؟ نجاح دنياوي واخروي. يبقى ركزي معايا. فاكرين القصه اللي كانت في رجل في عصر احد الولاة العباسيين، وشافوه هو بيتبول استغفر الله في بئر ماء زمزم. جريمه مصيبه، جريمه كبيره جدا. سالوه انت عملت كده ليه؟ قال وددت لو اشتهر، انا عايز اشتهر حتى لو باللعن، استغفر الناس الله يلعنك، عملت تبولت في كذا. المهم انه يبقى مشهور وخلاص، ده له حد له قيمه، هو طلب من نفسه العلا، عايز ابقى مشهور بس بالحرام وبالغلط وبالكلام ده. ودول اللي انت بتاخدي منهم دلوقتي، خلي بالك، خلي بالك. قيمتك بقيمك، الجمله احفظيها، قيمتك الحقيقية بقيمك، يعني قيمتك بحسب القيمة اللي هتحاسبي نفسك عليها. لو انحرفت عنها كده وكده تحاسبي. طب معنى القيم ايه؟ القيم في اللغة، القيم في اللغة أي شيء الغالي النفيس. القيم في القرآن الدين ذلك الدين القيم، يعني الدين المستقيم. القيم في التربية، احفظي معايا، معلش معلش سامحوني في الجمل اللي أقوله، تقعدين بتكلم باللغة العامية بس سامحوني، هقول لكم بس مصطلح ونفصله، ونفصل المصطلح تفصيل دقيق كده وبعدين نفسره ونشرح. التربية عبارة عن إيه؟ أو القيم في التربية، إن أنا عندي مجموعة من التصورات المعرفية بتترسخ جوه الإنسان، فبيعتقد فيها اعتقاد جازم، اعتقاد قوي بشكل بقى إيه؟ إن يكون في قوة، قوة من الاعتقاد، ويكون لدي منظومة من المعايير. المعايير دي بعمل فيها إيه؟ بحكم عليها من الأشياء، ده حسن وده قبيح، ده صح ده غلط، ده مقبول وده مرفوض. لما أنا يبقى عندي معرفة وبعدين اعتقاد وبعدين معيار على أساسه، المعيار ده يبقى اديني أطر اللي هو السلوك. السلوك بقى يتميز بإيه؟ الثبات، التكرار، الاعتزاز. السلوك اللي بتتجه ليه القيم واللي هتنتجه القيم دي، ثلاث اصناف من السلوك. خلي بالك عشان مجموعه صحباتك اللي بعتي لي السؤال هم مفتلت فئه. اول سلوك، سلوك ثابت. السلوك الثابت ده غير قابل اصلا للتغيير.
اصلا عمره ما يستطيع ان هو يغير سلوكه بالصوره، حتى لو حد اعتدى عليه بالكلام وقلل من قيمته مثلا عمره ما هيستجيب له. ولو استجاب له الفتره كده وراجع نفسه مش عارفه ايه بيقولوا عليا، اصل انا مراجعيه متغسله متدينين وعينه كده ومش عارفه يضخموا كده التفخيم كده في الكلام، دولت الارهابي. ايه ده ايه ده؟ حتى لو مال شويه لا، القيم بتاعته وقيمته بتعيده تاني للمكان الصحيح، يبقى ده سلوك ثابت. السلوك التاني سلوك متكرر. يعني ايه؟ اصلا لا يمل من ان هو يكرر السلوك ده. يجي واحد بقى يستهزئ بيه، ده انت ما بتغش يا عم، غش خليك تخلص وتنجح. لما تكذبي يا شيخه ما تعملي زي البنات بقى وتشوفي المسلسلات. ده انت عايش في زمن الطيبين الهبل اللي ما يفهموش حاجه، اللي مش عارفه ايه. والله يا ريتنا نرجع لزمن الطيبين. الكلام ده عمالين يغمزوا فيه ويلمزوا فيه اي نوع. لا لا لا، بس هو ايه؟ هو تاني بيرجع للاستقامه تاني ابدا. والاستقامة بتاعت القيم اللي عنده الإنسان ده بيشعر أنه مهما يقوله ويعيده عليه من الهمز واللمس، السلوك القيم هيعيده تاني للقيم بتاعته، وأبدا ما يقع في الغلط. تالت صفة، ودي معظم بقى اللي الناس وقع فيها، ودول اللي صحباتك يا صاحبة السؤال اللي في الجروب اللي بهدلوكي نفسيا وحسيت أنك في صراع، سلوك يعتز به لكن اللي بيحصل لأ. بصوا دي كلمة خطيرة جدا ومهمة جدا. ليه؟ واحد بيقع في الهزيمة ليه؟ ليه تتهزمي؟ في حوار ولا في كذا؟ عشان هو مش في حالة اعتزاز، هو مش معتز بالقيم اللي عنده أصلا، مش معتز بدينك ولا بهويتك ولا بإسلامك ولا بأخلاق المسلمين ولا بأخلاق اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. مشكلة كبيرة جدا جدا ما بين الناس، بيمارسوا القيم وهم خجلين منها، مكسوفين. مكسوفين ان انت بتعمل، مكسوفه انها طالعه محجبه، مكسوفه انها بتقول جزاك الله خير، مكسوفه ان هي بتقول هذا حلال وهذا حرام، مكسوفين من القيم. وما ثبتتش نفسها عليها، لا، لانها لو ثبتت كانت النتيجه انها اعتزت بيه وما بقاش كده، وكانت القيمه وجدت ايه؟ وجدت معايير. وعلى فكره المعايير دي اللي بتحدد السلوك ذات نفسه. ويبقى السلوك، لا والله مهما تقولوا فكروا كده في الخطوات دي، عندنا ثلاث خطوات. الخطوه الاولى اللي بنتكلم عنها المعرفه، ان انا ببقى عارفه مجموعه من الحاجات، عارفه الاحاديث، عارفه القيم، عندي معلومات بيها. المعرفه دي بتبقى اعتقاد يقيني، ودي الخطوه الثانيه، عندي اعتقاد يقيني فيها، انا مؤمنه بالقيم الايجابيه دي ومحدش يقدر يزعزعها لي، لا جروب ولا بنات ولا فيلم ولا مسلسل ولا الكلام ده. والمعرفه دي تحولت لاعتقاد يقيني، انتجت عنده معايير وسلوك، وبقى ده سلوكي. سلوك ايه بقى؟ ثابت ومتكرر ومعتز بيه، الثلاثه اللي وصفناه ما خجلش منه ابدا. طب السؤال التاني بقى اللي نسأله لنفسنا، بتكتبوا يا بنات اللي أنا بقوله ده؟ اكتبيه أرجوكي عشان ما تقعيش الوقعة الفكرية دي. طب إيه موضع القيم في نفسي، في حياتي؟ مكانها فين القيم؟ حاجات بعرفها بعقلي ولا بقلبي؟ أنا عايز أقولك إنها بقلبك وعقلك، بس قبليهم الفطرة، فطرة القيم ذات نفسها والأخلاق. أصلها فطرة سليمة، ربنا يا جماعة خلقنا بيها، خلق إنسان بالفطرة دي. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يبقى الهمها يا فجورها وتقواها يعني ايه؟ عارف يعني ايه؟ يعني عرفك وعلمك الحسن من القبيح، الصح من الغلط، الرفض والقبول، هو ده، دي الفطره. والفطره لها ثلاث ملامح اساسيه، القيم بتحتضنها، والفطره بترويها، والديانه الدين هو السقيا بتاعتها. يبقى الدين غيث من السماء يجي على الفطره وعلى القيم اللي في قلبي فتنبت. دي امر ايه؟ مسلمات. المعلم الثاني المستحسنات، عندي مسلمات الحاجات اللي الفطره موجوده فيها، وانا عيل صغير يعرف ده صح وده غلط بالحاجات البسيطه اللي قدامه. والمستحسن ده حاجه حسن، لا 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 ده حاجه وحشه، قلبي مع انك ساعات ما تكونيش عارفه الدليل ولا عارفه ان في حديث بيقول كذا، لكن قلبك مستنكر الامر ده ومحروق كده ومكسوف وحاسس ان في حاجه غلط. كل العالم عندهم قيم، مش المسلمين بس على فكره، لان دي فطره. بس الفرق ما بين القيم اللي عندنا والقيم اللي عند غيرنا بقى عقدة الخواجة والمسلسلات والدان، احنا لازم نقلد ولازم نعمل، اصلهم بره بيعملوا ايه؟ بيعملوا الخيبة، بيطلعوكي بره اطار الهوية. الاول بيكون ايه؟ بيكون عنده قيم، بس الفرق ما بيننا وما بينهم الشمول بتاع القيم. الفطرة سليمة، الارض اهي مليانة بقيم وبذور وكذا، بس ما فيش دين بيرويها، لكن انت عندك دين بيرويها فتنبت القيم دي. ما تجيش من جانب وجانب تاني لا، او تقول لك ده وقت اعمل كده ووقت تاني اتنازل عنها، لا، قيم شامله.
وتبقى شامله كل الامر. الامر ده مهم جدا جدا. وهاخد مثال مثلا موضوع الرفق بالحيوان، يا بره بقى مشهورين والرفق بالحيوان، ما اعرفش مين امير مين، خليجي مش عارفه اتبرع على حديقه ايه بالمليارات، وفي مجاعه في جنوب افريقيا من المسلمين او من الانسان. رفق بحيوان والرفق بانسان، الناس اللي بيتشدقوا بالرفق بالحيوان ده حلو حلو، وده معنى طيب اصلا، لكن ما لهمش اي صله تماما، القمه مش شامله بالرفق بالانسان. مالناش دعوه اللي يموت واللي يعمل من الجوع، مالناش دعوه بيه، احنا اهم حاجه الرفق بالحيوان. هي قمه حلوه لكن لا، الله عز وجل ما انزل ان نرفق بالحيوان ونسيب الرفق بالانسان، لا. معنى كده ايه؟ معنى كده ان القيم ذات نفسها الاسلاميه نظرتها شامله، في كل كبد رطب اجر. فعندي في الحيوان المراه البغيه اصلا سقط كلب شكر الله لها فغفر لها، بغي. معنى ايه الرفق بالحيوان؟ موجود، لكن فين اللي اعلى منه؟ الرفق بالانسان. انتوا فاهمين يا بنات؟ الله عز وجل اصلا رفيق ويحب الرفق، وما اعطي شيئا مثل ما اعطي الله عز وجل على الرفق، وما دخل بيت قوم من الرفق الا كان بيت خير كله، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. يبقى الرفق موجود بجميع معانيه، ده عندنا بتفاصيله. يبقى الصفة دي اللي اتفقنا عليها إيه؟ قيم إسلامية تختلف عن غيرها بالشمولية. فما ناخدش جزء ونسيب جزء، لا، أو نجيب بقى النقطة ونقول ده لا. طيب خلينا حاجة تانية، الفرق بيننا وبين القيم اللي عندنا اللي أنا بقولك تمسكي بيها ما تبقيش خجلانة غيرها منها، والقيم اللي عند غيرنا المضمون. أما سألت بر الوالدين، ما فيش اتنين في العالم هيختلفوا ان بر الوالدين ده قيمة عالية ووصلت بيها جميع الديانات وجميع الملل، حتى اللي ما عندهمش بر. يجي يقول لك بر الوالدين ليس له قيمة، ازاي؟ المضمون بتاع بر الوالدين عند الناس عندنا وعند غيرنا، مضمون عندنا انك تتقرب الى الله عز وجل بالبر، لا اعبدوا الله تشركوا وبالوالدين، بعد عدم الشرك بر الوالدين. اي عمل استطعت انك تفعله من اعمال وطاعه ورضا للوالدين انت بتعمله، ليه؟ ابتغاء الجنه من عند الله سبحانه وتعالى. ده الهدف من وراه. وده باب جنه، الزم قدميها فسمى الجنه بر الام. وده مضمون بر، ما هو مضمون اهو شامل. عند غيرنا بقى ايه؟ بر الوالدين هو يوم عيد الام، ولا نعرف عيد الايه، ولا عيد ايه، وبيعملوا خلاص عملوه خلاص هم خلصوا كده. فرق شاسع بين القيمه هنا وما بين القيم، قيم مشتركة لكن عندنا شاملة ومضمون. من جهة ايه المضمون؟ السؤال الأخير اللي أنا عايزاكي تسأليه وله علاقة بالقيم اللي احنا بنؤمن بيها، الصراعات اللي بتحصل. أنا عارفة الكلام ده، بس الأفلام مسلسلات ده، حتى الإعلانات ده، حتى الناس في الشارع ده، بقى كل حاجة، المدرسين، المدرسة، كل الناس بتتكلم بحاجة ضد اللي انت، ضد الفطرة ربنا خلقك عليها. هو النجاح في الصراع ده بيكون مقياسه ايه يا جماعة؟ مقياس القيم ديت ايه؟ مقياس نجاحك في الصراع، وجملة بروزيها، مدى نجاحي في ان انا بتغلب على الهوى. صراع القيم ده يا اما انا بقيت معاه، يا اما انا بتغلب عن الهوى. هوى نفسي والشيطان والكلام ده